اسمع إن كان لك قلب، اسمع يا عاصي، اسمع يا منتكس، اسمع يا راجع عن دين الله، اسمع يا من تعادي أولياء الله. ابكي على نفسك الآن، ابكي على نفسك الآن، فالماضي فات. تذكر قول من إذا تذكرك من أهلك: مات فلان. كأنك بما أتى للماضين أتاك، ولقد صاح بك نذيرهم: أنت غدا كذاك، إنما اليوم لهذا وغدا لذاك. هل تامن على نفسك الموت؟ إن الموت أبكى الصالحين، إن الموت أقض مضاجع التالين. كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء عمل، نزل الموت به فيا هول ما نزل، فأسكنه القبر فكأن لم يزل. وهذا مصير الغافل، وهذا مصير العاصي، وهذا مصير المفرط. لو غفل، لو غفل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. كم من نائم على فراش التقصير مغتر بعمر طويل. لا تغتر بنعيم القوم، فإن غدا غير اليوم. أنا الغريق فما خوفي من البلل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والذي نفس محمد بيده، لا يقرض أحدكم قرضا بالمقاريض ويضرب ضربا بالسيوف، خير له من أن يعالج سكرة واحدة من سكرات الموت. فيا ربنا رحماك بعبد أذنب ثم أتى يعترف. ولما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة قال: والله لا أبكي، والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة، أروحي تصير إلى الجنة أم إلى النار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي. وهذا الشافعي رحمه الله لما سئل: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله تعالى واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. هذا هو حال السلف عند الاحتضار، هذا هو حال السلف عند الموت، وهذا هو حالهم إذا تفرق عنهم الأهل والأصحاب والأحباب. فكيف بحال عبد عاصي ذل أنفه لغير الله وزاد تعلقه بغير الله؟ سبحان من لا يزول ملكه، سبحان من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا خيبة والله من لم يؤيده الحكيم، يا مصيبة من فاته هذا الجود العميم. إليك إلهي وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، فيك وإلا فالرجاء مخيب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. هذه أخبارهم، فما هو خبري وخبرك، فما هو خبري وخبرك.